بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين مرة أخرى في تاريخ الحركة الإسلامية التي نشأت في الصومال في أواسط القرن العشرين. وقد تكلمنا في الحلقة السابقة عن تأثر الدكتور عثمان بالشباب وتعرفه عليهم ثم استقباله في المركز السري في وابري. دكتور، أود أن أسألك، كيف كان أول اجتماع لك بالشباب؟ وقد كنت متحمسا ومتشوقا لذلك اللقاء، وما الذي عجبك في ذلك اللقاء؟ هل يمكنك أن تحدثنا عن تلك الأمسية؟ كيف كان اللقاء؟ جزاك الله خيرا. حقيقة يمكن القول أنني رأيت في ذلك المكان أشياء كثيرة كان لها تأثير على نفسي منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا. كنا 3 أعضاء جدد يزورون المركز لأول مرة، وكل واحد منا رشحه أحد شباب الحركة فقام بتعريف صاحبه. قدمني صاحبي الأخ عبد القادر حاجي أو موسى، وهو الأخ الذي جعله الله سببا لهدايتي والتحاقي بهذه الحركة المباركة، وأسأل الله أن يجزيه عني خير الجزاء. وعند التعريف يعرض الأخ المرشح مؤهلات وخلفيات من يرشحه، وعندما جاء دوري ذكر الأخ عبد القادر خلفياتي من العلوم الإسلامية وخاصة علم الفقه، حيث أخبرهم بأني قد درست معظم كتب الفقه التي كان الصوماليون يدرسونها آنذاك، ففرح الإخوة بذلك وقالوا إننا نرجو أن يكون هذا الأخ من الإخوة الذين سوف نعتمد عليهم في الأمور الفقهية في حركتنا. الأخ الثاني هو الأخ عبد العزيز فارح محمد رحمه الله، كان صديقا لي في مسجد أنسلوتي في الحي. انتقلنا من المحافظات إلى العاصمة في وقت واحد، وانتظمنا في حلقات العلم معا في ذلك المسجد، وبعد فترة انتقل هو إلى مسجد سيغالي لتعلم التجويد، بينما وصلت أنا دراسة الفقه. فمن هنا اقترح إخوة المركز الاستفادة من الأخ عبد العزيز من خلفيته الثقافية ليقوم بمساعدة الأعضاء الجدد لتصحيح قراءة القرآن وتجويده، وهذا مما يدل على أن أولئك الشباب كانوا من الناحية التنظيمية يقومون بترتيب أمورهم بدرجة معقولة، حيث يستفيدون من كفاءات وقدرات الأعضاء الذين يلتحقون بهم، وكانت هذه الظاهرة مما جذبني إلى الارتباط بهم. بقي أن أقول كلمة عن محتويات المحاضرة التي ألقيت علينا في ذلك اللقاء الأول، والتي ما زلت أحس وقع كلماتها في نفسي حتى هذه اللحظة. يعني أنكم حينما ذهبتم إلى المركز كانت هناك محاضرة أعدت لتوعيتكم؟ نعم، قدمت لنا محاضرة، محاضرة فهمت منها أنها كانت واحدة من المحاضرات التي كانت تلقى على الشباب في المركز. في الحقيقة لقد كانت لتلك المحاضرة تأثير كبير علينا. كان المحاضر الأخ العزيز عبد القادر شيخ محمود، وكان عنوانها مقاصد الشريعة الإسلامية، وفيها قام الأخ بشرح الأهداف العامة للإسلام والتي تتحق للمجتمع الذي يستسلم للإسلام بصدق وينقاد لتعاليمه بأمانة. وهنا قدم الأخ شرحا وافيا لتلك الضرورات الخمسة التي لا غنى للحياة الإنسانية منها، وكيف أن الإسلام هو المنهج الوحيد الذي نجح في توفيرها لكل فرد في المجتمع المسلم. هذه الضرورات هي حفظ النفس والمال والعرض والنسل والعقل، وشرح الأخ الحدود التي شرعت لحفظ تلك الضرورات للإنسان، فيقتل القاتل لحفظ النفس، وتقضع يد السارق لمن يتعدى على المال، ووضع حدا للزنا منعا لاختلاط الأنساب، وحد القذف لمن يتعدى على العرض، وحتى إذا اعتدى الإنسان على عقله واستعمل المسكر والمخدرات فقد وضع له الإسلام حد شارب الخمر، وهكذا. وحقا فقد كان لتلك المحاضرة وقع كبير على نفسي، فقد صورت لي جمال الإسلام حين يطبق بحق في المجتمع، وعندما تكون هذه الصورة واضحة أمام الإنسان يتعجب كيف تتجرأ حكومة الثورة بترويج الشيوعية في البلاد بحجة أنها تحقق للمجتمع التقدم والرخاء. تساءل المحاضر، إذا كان الإسلام يحقق لنا تلك الحياة الكريمة في هذه الدار فضلا عن النعيم الأخروي، فلماذا يبحث الإنسان عن مناهج أخرى؟ لم يقف المحاضر عند هذا الحد، بل أضاف إلى حديثه شرحا وافيا لواجبات الحكومة الإسلامية، واجبات أجهزتها المختلفة، وكمثال فإن من واجبات شرطتها رعاية حدود الله وإزالة المنكرات ومعاقبة مرتكبها بإقامة الحدود الشرعية عليهم، وهكذا. عندما تقوم الدولة بهذه الواجبات
حينئذ فقط يمكن تسميتها بالدولة الإسلامية، دولة قائمة لتطبيق الإسلام وحفظ حدوده وتوجيه شعبها إلى الالتزام بآداب الإسلام والابتعاد عن كل ما يخالف دين الله. تلك الدولة وحدها هي التي يمكن تسميتها بالدولة الإسلامية. وبالمقابل فإن أي دولة تضع حدودا وقوانين مخالفة للإسلام، تحرم ما أحل الله وتحل ما حرمه الله، لا يمكن تسميتها بالدولة الإسلامية. وهكذا اكتسبت منذ اليوم الأول من تلك المحاضرة فهما ووعيا محددا لكثير من أساسيات الإسلام. أعتقد أنك بتلك المحاضرة تحولت من متصوف يدرس الفقه دراسة باردة أو يتعلم تفسير الآيات دون محاولة إنزالها إلى الواقع أو يحفظ ألفاظ الحديث، إلى شخص يشعر بمسؤولية كبيرة تقع على عاتقه ويسعى إلى تحقيق هدف أسمى من مجرد حفظ المعلومات الباردة المبثوثة في تلك الصفحات الصفراء، شخص تنتظره تكاليف بناء أمة وقيادتها إلى طريق الخير والسعادة. صحيح. الآن وقد أصبحت عضوا في هذه الحركة من تلك اللحظة وفهمت أهمية النشاطات التي تقوم بها الحركة، ويبدو أن الشباب من جانبهم أعجبوا بمستواك في العلوم الإسلامية، فطلبوا منك منذ اليوم الأول المساهمة في احتياجات الحركة في الجانب الفقهي. هل لنا أن نسألك عن بعض القرارات التي أخذتها الحركة في تلك الفترة الصعبة والتي سيكون لها تأثير ملموس في مسيرة الحركة في المستقبل؟ هل يمكنك أن تخبرنا بأهم هذه القرارات، بما أنك أصبحت من المشتركين في لقاءات المركز حيث تتم مناقشة قضايا الحركة فيه؟ هذا أمر مهم جدا، ويمكنني القول بأنه من أهم القرارات التي اتخذتها الحركة أيامها والتي كان لها تأثير كبير جدا على نشاط الحركة في المستقبل، هي تلك القرارات التي اتخذت في إحدى الاجتماعات في المركز. كان موضوع النقاش كيف نتمكن من استيعاب مجموعات طلبة المدارس التي يستقطبها أعضاؤنا كل من مدرسته، وما هو المكان المناسب لتوعية وتربية هؤلاء الجدد الذين لم يتهيأوا بعد للانخراط في النشاطات السرية التي يقوم بها الأعضاء الناضجون. وكما ذكرنا سابقا، فإن الحركة عندما أوقفت نشاطها العلني بإغلاق مركزها العام وتوقفت الدروس التي كانت تقدم فيه للأعضاء القدامى والجدد على السواء، كان البديل بأن يستفيد الأعضاء من حلقات العلم في مسجد العاصمة، وبهذا ذهب كل شخص إلى مسجد حيه والتحق بدروسه. ولكن المشكلة كيف نوفر للأعضاء الجدد بيئة يشعرون فيها مشاعر الأخوة والمحبة مع أفراد التجمع الإسلامي الجديد الذي التحقوا به، علما بأن المركز الجديد ليس مركزا للنشاطات العامة بل هو مركز للاجتماعات الخاصة. والحالة الأمنية لم تكن تسمح لكم بذلك؟ طبعا، حينها شعر الإخوة بضرورة البحث عن مسجد مناسب نجمع فيه كل الطلبة الذين يلتحقون بالحركة بالإضافة إلى أعضائنا العاملين، وهناك نقوم بتوعية وتربية الأعضاء الجدد. ومن هنا قررنا القيام بدراسة أوضاع مساجد العاصمة وتقييم الدروس الجارية في كل منها، وكانت دروس تفسير القرآن الكريم هي التي لها الأولوية عندنا. وكان الهدف الأساسي من الحصول على مسجد صالح لاجتماع معظم الأعضاء هو توفير مظلة معترفة عرفة، شيخ له حلقة دراسية في مسجد معروف يرتاده من يرغب في الاستفادة من درسه، وتحت هذه المظلة نستطيع نحن القيام ببعض نشاطاتنا الحركية العامة. قمنا بدراسة للتفاسير الجارية في مساجد العاصمة، وأخيرا أصبح التفسير الذي يحقق أهدافنا وتتوفر فيه الشروط التي كنا نبحث عنها هو تفسير الشيخ محمد معلم حسن رحمه الله الذي كان يلقيه في المسجد المعروف بمقام الشيخ عبد القادر. قررنا حضور جميع أعضاء الحركة لدرس التفسير في هذا المسجد، وأن يجلب كل أخ منا من يستجيب له من طلاب مدرسته إلى هذا المسجد، وبذلك توفر لنا ملتقى عام لتلقي دروس التفسير وممارسات النشاطات الحركية العامة، بالإضافة إلى المركز الخاص للاجتماعات الإدارية والأمور التنظيمية الخاصة. طيب، ذكرت أن المسجد حقق لكم الاجتماعات العامة، كما أن درس التفسير وفر لكم عاملا من عوامل توحيد مصدر تلقي الثقافة والعلم.
من المؤكد أنه قد صاحبت ذلك القرار أمور أخرى، فهل تستطيع أن تخبرنا عن نتائج ذلك القرار؟ وكيف استطعتم تحقيقه في الواقع؟ لقد كان من أهم أهداف القرار تحقيق هدفين اثنين: الأول توحيد مصادر ثقافتنا، والاستغناء عن تلقي العلم من مشايخ مختلفي المشارب والاتجاهات، مما يؤدي إلى تأثر أعضائنا كل بأسلوب الشيخ الذي التحق بدرسه في المساجد المتعددة. والثاني توفير مكان لتربية الأعضاء الجدد. وكالمعتاد فقد واجهتنا عند تنفيذ القرار الجديد مشكلة لم نكن نتوقعها، ذلك أن كثيرا منا كان مرتبطا بحلقة الشيخ الصوفي الذي تكلمنا عنه سابقا، فكان البعض يذهب إليه باستمرار والبعض الآخر يذهب إليه أحيانا. وقد حصل أن بعض الإخوة الذين كانت علاقتهم بالشيخ قوية كانوا قد أخذوا ما يعرف بالإجازة عند الصوفيين، وهي بمثابة البيعة في التراث الإسلامي. وأخذ الإجازة من الشيخ يقتضي التقيد بما يرتبه لك من أوراد معينة يجب الالتزام بقراءتها في الأوقات التي يحددها الشيخ، فكان بعض الأعضاء ملزمين بقراءة تلك الأوراد بين المغرب والعشاء. وبما أن وقت التفسير الذي انتقلنا إليه في نفس الموعد، فقد أحس هؤلاء الإخوة بصعوبة الجمع بين التزاماتهم الصوفية وبين الالتزام بقرار حركتهم. حاول بعضهم الجمع بين الالتزام بقراءة الأوراد مع الاستماع إلى الدرس في نفس الوقت، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، بينما قرر البعض الآخر الانقطاع لحلقة الشيخ الصوفي والانقطاع عن دروس التفسير، وبالتالي عدم المشاركة في النشاطات الحركية عموما. حاولنا إقناعهم بأن التربية القرآنية أهم وأكثر تأثيرا من تلك الأوراد، فلم يقتنعوا وانفصلوا عنا. كان بعض هؤلاء من أعضاء الحركة الأوائل، ويمكنني أن أقرر أن هذه الحادثة كانت أول حالة انشقاق تحدث داخل هذه الحركة، فقد كانوا أول مجموعة من الأعضاء العاملين تنفصل عن جسم الحركة. كان ذلك من الأحداث التي صاحبت تنفيذ القرار الجديد. فهمت جيدا، إذن فقد نقلتم نشاطاتكم إلى مسجد الشيخ محمد معلم، فمن هو هذا الشيخ؟ أخبرنا عن نقاط توافقكم في العمل باختصار. هذا سؤال كبير، والتعريف بالشيخ محمد معلم حسن رحمه الله لا يمكن اختزاله في حلقة قصيرة. رحمه الله كان شيخا أزهريا، بدأ دراسته للعلوم الإسلامية في الصومال، ثم أكمل دراسته في الأزهر حتى الماجستير، وكان قد سجل رسالة الدكتوراه في نفس الجامعة، ولكنه تركها لأداء واجب الدعوة إلى الله في الصومال. وعندما رجع إلى البلاد أصبح عضوا في حركة النهضة التي تحدثنا عنها سابقا. فكر الشيخ ما هي أفضل طريقة يتمكن من خلالها من التأثير على الصوماليين تأثيرا دينيا ينقذهم من دوامة الأفكار الوافدة، فقام بدراسة أوضاع حلقات الدروس الدينية في ذلك الوقت، وفي النهاية ارتأى أن تفسير القرآن الكريم هو أفضل طريقة لنشر الدعوة وانتشار الوعي الديني بين شرائح المجتمع الصومالي. وبعد التشاور مع أعضاء حركته في المكان المناسب لانطلاق حلقة التفسير، وقع اختيارهم على مسجد مقام الشيخ عبد القادر. في البداية كان عدد المستمعين إلى تفسيره قليلا جدا، وكان معظمهم من كبار السن الساكنين في البيوت المحيطة بالمسجد، يستمعون إلى الدرس وقت انتظارهم لصلاة العشاء. بهذه الطريقة أنهى الشيخ دورة أو دورتين من دورات تفسيره. ولكن عندما قررت الحركة الانتقال إلى تفسيره عام 1970 ميلادية تغير الوضع تماما. كانت أعداد شباب الحركة المنتظمين بالحلقة كثيرة، بالإضافة إلى أعداد الطلاب الجدد من المدارس الذين يزدادون يوما بعد يوم، فاتسعت حلقة التفسير واكتظ المسجد بالمستمعين. كان للشيخ معرفة سابقة بهؤلاء الشباب، فقد كان يلقي المحاضرات في مركزهم كما قلنا سابقا، وكانوا يستشيرونه في أمور كثيرة. فرح الشيخ كثيرا بهذه الخطوة فرحب بنا بحرارة، ومنذ ذلك الوقت كان بيننا تنسيق وتعاون كبير. وبما أننا كنا من طلبة المدارس، فقد كان الشيخ رحمه الله بالنسبة لنا المرجع في المسائل التي كان العلمانيون يجادلوننا فيها،
حيث كان يساعدنا في إعداد الردود لشبهاتهم التي يوجهونها للإسلام، وكثيرا ما كان يزودنا بتوجيهاته القيمة. ومن جانبنا كنا نقدم للشيخ القضايا التي نحتاج إليها لكي يتوسع في شرحها عندما يصل إلى تفسير الآية التي لها علاقة بالموضوع. كنا نعين له بعض الآيات التي ينبغي الوقوف عندها لحاجتنا إلى تفسير القول في تلك القضية، فكان رحمه الله يستجيب لرغباتنا بصدر رحيم. ما شاء الله. هل اقتصرت نشاطاتكم على ما تقدمونه للمدعوين الجدد من خلال الاجتماع معهم في مسجد التفسير؟ لقد كان الهدف من انتقالنا إلى المسجد هو العمل تحت مظلة شرعية تسمح بها الدولة، ولكن النشاطات الدعوية والتربوية الحقيقية كانت تتم خارج محيط المسجد. فبعد نجاح أي أخ في ربط زميله في المدرسة أو الحي بحلقة التفسير، يبدأ هو وزملاؤه من أعضاء الحركة في توعية وتربية هذا العضو الجديد بتقديم التوجيهات والترتيبات التي يحتاجها لتشكيل جميع جوانب حياته تشكيلا إسلاميا صحيحا. فلم يكن درس التفسير وحده كافيا لتغطية كل جوانب التربية التي تحتاجها النفس البشرية، لذا كان من المعتاد بعد نهاية درس التفسير وصلاة العشاء مرافقة كل أخ مع الشباب الذين أحضرهم هو أو أصبح مسؤولا عن تربيتهم إلى بعض الحدائق، يناقشهم أولا القضايا التي تناولها درس التفسير في تلك الليلة بهدف تعميقها في نفوسهم، بالإضافة إلى المواضيع التي قام بتحضيرها مسبقا حسب حاجتهم تبعا لمستوى نضجهم الحركي والتربوي. توعية في أمور الدين وتعليق على المستجدات. نعم، توعية في أمور الدين. وبعد إطمئنان الأخ لمن يقوم بتوعيته وتربيته من خلال دروس التفسير والمناقشات في الحدائق، ينتقل هؤلاء المستعدون إلى حلقات تربوية مركزة أعددناها في بيوتنا، ولم نكن نأخذهم إلى المركز رأسا. كنا في البداية نربيهم في بيوتنا، نقسمهم إلى مجموعات حسب جاهزيتهم لتلقي المزيد من التربية وتحمل تكاليف الدعوة. هذا ما كنا نفعله. نرى أنه تحققت هنا بعض أهداف الدعوة في المركز العام، ولكن مركز الإدارة بقي سرا. هذا أمر مهم جدا، وأعتقد بأننا سنفصل أخباره فيما بعد. مركز إدارة النشاط كان سريا، ولكن النشاط كان نشاطا علنيا في المساجد والبيوت والحدائق. وأيضا ذكرت في محاضراتك أنه طرأت ظروف جديدة كان لها تأثير كبير على نشاط الحركة في تلك المرحلة الحساسة، وهي أن بعض الشباب من مسؤولي ومؤسسي الحركة تخرجوا من الثانوية العامة وحصلوا على منح للدراسة في الخارج. فكيف كان تأثير هذا الأمر عليكم؟ لقد كان هذا الأمر مؤثرا فعلا، ففي خلال عامي 71 و 72 ميلادية حصل بعض مؤسسي الحركة على منح دراسية في الخارج وسافروا. كان منهم الأخ عبد الرحيم شيخ محمود الذي حصل على منحة للدراسة في إيطاليا من السوق الأوروبية المشتركة، وكذلك حصل على منحة من ألمانيا الشرقية القائد الروحي للحركة الأخ عبد القادر الشيخ محمود، موجه معظم نشاطات الحركة. فلا شك أن خروج مثل هذه الشخصيات كان لها تأثير في سير العمل. ومما زاد الطين بلة أن الأخ عبد القادر الشيخ محمود جزاه الله خيرا كان قد عين 3 من أفاضل الإخوة ليكونوا مشرفين على العمل في غيابه، يقومون بإدارة النشاطات الحركية وتنظيمها. ولكن بعد قليل من ذهابه سافر أيضا 2 منهم إلى السعودية للدراسة أو العمل، وهما الأخوان عبد القادر حاج أو موسى وعبد الرحمن أحمد نور. ولم يبق من الإخوة الذين أنيط بهم مسؤولية إدارة العمل إلا الأخ سعيد حاجي، فحصل فراغ ملموس في دولاب العمل الحركي. وبالإضافة إلى ذلك فقد قامت الحكومة العسكرية بخطوة كانت من أساليب الثورة لتحجيم حركة الشباب التي كانت تشعر بخطورتها على مخططاتها. قاموا بعملية نقل بعض الشباب الموظفين إلى المحافظات والمناطق البعيدة عن مركز الحركة في العاصمة مقديشو، وكان من أولئك الأخ الكبير حسين علي ديرشي والذي نقل إلى مدينة بربرة. والأخ حسين علي ديرشي هو الذي تزوج أول بنت ارتدت الحجاب الأخت حليمة عبدي،
وكانت أسرتهما من أوائل الأسر التي تكونت للحركة، وكانت بيوتهم بمثابة المراكز القليلة الصالحة لعقد الاجتماعات المهمة. في الحقيقة كانت تلك الإجراءات من بين الضربات التي توجهها الثورة للحركة لتفريقها وتشتيت شملها. كل هذه العقبات واجهتنا، وكان هذا الوقت الذي سافر فيه هؤلاء الإخوة من كوادر الحركة متزامنا مع توسع نشاط الحركة وازدياد عدد أعضائها وتضاعف أعباء الحركة وأعمالها. وسنرى كيف تم التعامل مع هذه الظروف، وما هي المخططات التي وضعت لتفادي سلبيات خروج بعض كوادر الحركة من ميدان العمل الرئيسي في المستقبل. أشكرك جدا يا دكتور. يبدو أن تخطيط رجال الثورة لمواجهة المد الإسلامي كان يتسم بالدهاء والمكر، خلافا لما يتهم غالبا بالعقلية العسكرية من الغباء والغطرسة غير الحكيمة. رأينا كيف حاولوا التجسس والاختراق مرة، وحاولوا إبعاد الشباب الموظفين إلى أماكن بعيدة إلى المحافظات الأخرى مرة للتخلص منهم، وهذا معناه أن الثورة كانت تحاول التخلص من الحركة بطرق سلمية. حتى الآن كان الحديث عن مرحلة التأسيس، مرحلة تأصيل المفاهيم والأفكار الإسلامية الصحيحة، وسننتقل إن شاء الله في الحلقات القادمة إلى الحديث عن تشكل أجهزة الحركة بطريقة رسمية. إننا لم نتحدث حتى الآن عن أمور البيعة والإمارة وتوابعهما مما هو معروف في التراث الإسلامي في عصوره المختلفة. أقول لكم أعزائنا المشاهدين بأننا سنتحدث عن استجابة الحركة للتحديات التي ظهرت في تلك المرحلة الصعبة من مراحل تطور الحركة، حيث أنها وهي في مرحلة اتساع نطاق عملها سافر بعض رموزها وكوادرها إلى الخارج، فأصبحت بحاجة إلى إدارة تمسك بزمام الأمور وتلم شمل الحركة على القواعد الإسلامية ونظمه الإدارية. وفي الحلقة القادمة سنتكلم عن نشأة التنظيم الحركي الذي كان له تأثير كبير وأصبح اسمه كالأسطورة عند البعض. نرجو فيها من الدكتور عثمان أن يكشف الغطاء عن هذا اللغز المحير، وإلى ذلك الوقت نقول لكم إلى لقاء طيب في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أحسن قولا ممن دعا